احتضنت القاعة الكبرى بقصر الثقافة والفنون محمد بوضياف بعنابة تجمعا شعبيا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أرندي. أشرف عليه الأمين العام الوطني الطيب زيتوني في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر. مراسلة عبد القادر مرزوق. الأهداف الأساسية والرسائل الأساسية هي أننا كيفاش نقدر نرجع الحزب لولاده والمناضلين تاعو من الشباب ومن الطلبة ومن الإطارات. طلبنا من كل الأمناء الولائيين باش تكون الأولوية في أرندي الجديد لهؤلاء الطاقات. كيفاش يا عجبة بلاد اللي فيها 75% من الشباب، البلاد اللي فيها 1,800,000 طالب وجامعي، البلاد اللي فيها آلاف الأساتذة والجامعيين. سامحوني نقول واحد الكلمة وتحملوا مسؤوليتكم معايا. نلقاو في بعض الأحيان بعض الجهلة يحكموا في هذا الخير كامل تاع البلاد. سي بورصالي وصلنا، سي بورصالي وصلنا أن الشاب تم إقصاؤه وتم محاوزته ولاو يترصدوا به وين يكون يحاوزوه. احنا ماشيين مع القانون نتاع المناصفة للشباب وللجامعيين، وفي بعض الأحيان نقول نتجاوز لأن نسبة الشعب أكثر من 75% شباب وطلبة وجامعيين لازمنا نمشيو لها. لكن اليوم عندما نجي لعنابة نلقى بين القوائم نتاعكم ما أثلج صدري وأعطاني في بعض الأحيان نقول شو رانا نديروا شوية طبقة سياسية، ما زال وقت باش نبني طبقة سياسية وتكون عندنا ديمقراطية. لكن اليوم عندما جيت لعنابة والله عطيتوا لي واحد الشحنة جديدة باش أننا نعاود ننطلق من جديد. عندما شفت القائمة نتاعكم القوائم سواء ال 11 بلدية اللي دخلتوا فيها سواء المجلس الشعبي الولائي، عند الشيء اللي شفته يثلج الصدر ونقول الجزائر بخير وعنابة ستكون بخير إن شاء الله. الأستاذ جليل طارق مترشح عن التجمع الوطني الديمقراطي، محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة. يعني اليوم راهو شرفنا يوم 6 نوفمبر 2021 شرفنا السيد طيب الأمين العام السيد طيب زيتوني. يعني بالفعل هو اليوم كان راهو عرس كبير بالنسبة لنا، يعني انطلاقة فعلية اليوم كانت بقصر الثقافة بولاية عنابة. احنا ربما اليوم جينا السيد طيب زيتوني على اساس باه يشوف النقائص بالفعل اللي كانت يعني في ولايه عنابه. احنا كما يعني جاء على لسان السيد اول المترشح تاع سي عقون، بالفعل عنابه يعني ما نقدرولهاش، يعني سيد الوالي ما يقدرلهاش وحدها. احنا كشباب يعني اليوم مترشحين في التجمع الوطني الديمقراطي على اساس يعني باه نغيروا المسار تاع الشباب هذوما اللي بطالين. عندنا يعني نقائص كامله في ولايه عنابه. بالفعل الشباب اليوم اللي بطال نجيو اليوم نروحوا لولايه عنابه نلقاهم في حي يعني حي المدينه القديمه سوى حي الثوره، يعني نلقاو نقائص كبيره بالنسبه للشباب البطالين. احنا بالفعل اليوم كشباب رانا نوعدوكم بالفعل انه الشباب هذوما في ولايه عنابه راح نعاونوهم.